آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. التراويح يا أيها الإخوة هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشأنها يحتاج إلى بيان ليس موضعه الآن، لكن أذكر الإخوة الكرام جميعا بأنها عند جمهور أهل العلم 20. ولو أن الإنسان حينما يخرج فيدعها ويصليها 8 ثم يمضي يتركها إلى ما هو خير فحيها له. أما تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فوالله هذا تضيع للإنسان للخير الذي عند الله سبحانه وتعالى مما أعده لعباده الصالحين. والله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا شأن. والشأن الآخر: من السنة أن يؤمن الإنسان خلف الإمام بقوله آمين. قال: أليس عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من السنة خفض الصوت بها؟ نعم، لكن جمهور الفقهاء قالوا رفع الصوت بها هو السنة، يعني خلاف ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما عند البخاري من حديث معلق أنهم صلوا خلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في أيام مكوثه بمكة، فكانوا يسمعون خلفه لما يقول: ولا الضالين، يسمعون للمسجد لجة بآمين، يعني رج من قولهم آمين. والأحاديث كثيرة، وهي أصرح في موضوع رفع الصوت بآمين من الأدلة التي استدل بها من قال بخفض الصوت. الأمر واسع أيها الإخوة، ولكن أقول ما هو والله تعالى أعلم أقوى وأصح. كنا نتكلم في موضوع زكاة الفطر، وذكرنا بعض أحكامها البارحة، وتوقفنا عند مقدارها، وقلنا الحديث في البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في حديث آخر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الآن أولا، الأحاديث تذكر الصاع، وثانيا يذكر فيها هذه الأصناف من الطعام. ما هذا الصاع؟ الصاع كالمد، كالمثقال، كالدينار الذين ذكرناهم في أوائل أحكام الزكاة، هي أنواع من المكاييل والموازين والمقاييس ما عادت موجودة في عصرنا. لذلك اختلف أهل العلم في تقديرها المعاصر، لأننا نسمع في كل سنة خلافات في هذه المسألة. تسمعون واحد: كم الفطرة السنة يا أيها الشيخ؟ كذا. فلان قال كذا، الآخر قال كذا، الثالث قال كذا، في البلد فلاني كذا. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف شيئان. الشيء الأول: هل هي صاع أم أقل أم أكثر؟ وثانيا: كم مقدار الصاع؟ ألخص المسألة باختصار أيها الإخوة لأنها طويلة وليس فيها كبير أهمية لعموم الناس، ولكن من أجل البيان أنا دائما أقول: لا أحب أن يكون المسلم فقط يسمع حلال حرام يمشي. يأتيه إنسان والعياذ بالله في قلبه مرض فيقول له: لماذا حرام؟ افسير حلال، فيتشكك في أمر دينه. ينبغي للإنسان أن يكون في أمر دينه على بينة. لا أعرف، لا أنا ولا أنت ولا أكبر منا ولا كثير من الناس حكمة كل شيء، ولكن نحاول أن نتلمس الحكم من فرائض الله عز وجل. نحاول ولا نجزم بها ولا نعرف كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأحكم، ولكن نبحث كي لا يأتي كما قلنا إنسان يريد شرا فيوقع في قلبي شكا في أمر من أوامر الله. ما هو الصاع؟ اختلف أهل العلم في تقديره.
السبب ذكرت مثيله لما تكلمت عن المثقال والدينار، لم يبقى صاع في عصرنا. ما وجد لما بدأ العلماء بتقديره على موازيننا الكيلوغرام وما إلى ذلك، لما وجد من هذه الآصع، الآصع جمع صاع، ما وجد منها يختلف بين البلدان. في بلاد الشام شيء، في مصر شيء، في العراق شيء، في الحجاز شيء. لذا اختلف أهل العلم في تقديره. الآن أقرب ما قيل، قال الحنفية رحمه الله تعالى الصاع 4 كيلوغرامات تقريبا إلا ربع، 3 كيلوات و670 جرام بالضبط. انتهينا، هذا عند الحنفية. عند الجمهور الشافعية المالكية الحنابلة الصاع فارق كبير جدا، 1728 جرام، يعني كيلوين إلا ربع. هذوليك حوالي 4 إلا ربع، هون كيلوين إلا ربع. الآن هل هذا القول هو قول جمهور العلماء إنما ذهبتم ستجدونه؟ لا، كما قلت السبب، في مصر كان في صاع، في بلاد الشام في صاع، في الحجاز في صاع، في العراق في صاع، وكل صاع يختلف وزنه عن الآخر. فستسمعون كلاما كثيرا جدا. أنا أحاول أن ألخص، أن أبين وألخص قدر الإمكان، لأن التفاصيل كثيرة كما قلت. المهم، الأحاديث صريحة في أن المفروض صاع. جميل. الآن لو أراد الإنسان أن يخرج صاعا عند أبي حنيفة فهو ما يقرب من 4 كيلوغرامات، لو أراد أن يخرج صاعا على المذاهب الأخرى فهو حوالي 2 كيلوغرامين إلا قليلا. الآن المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وإنما تؤدى بما ورد من هذه الأحاديث وما يقاس عليه. قال يعني لازم طالع إما حنطة أو شعير أو حنطة قلنا يعني قمح أو شعير أو زبيب أو تمر أو أقط يعني لبن مجمد أو قوت البلد، مثل مثلا رز في بعض البلاد، ذرة وهكذا. ولا يجوز إخراج القيمة عند هؤلاء الأئمة من المال، فلوس. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد قال إن الواجب إما الصاع أو نصف الصاع كما سأذكر بعد قليل أو القيمة. الآن في عصرنا لو جاء إنسان ليخرج طحينا أو مثلا تمرا، لقال كثير من الناس يا أخي أنا عندي تمر كثير، أنا فقير وجابوا لي تمر، ماذا أصنع به؟ أرميه؟ عندي رز كثير، صار الآن يأتي من بعض المساعدات رز كثير، ماذا أصنع به؟ أنا بحاجة لدواء، أنا بحاجة لملابس، أنا بحاجة لكذا، وهذا أنفع للفقير. فلذا نأخذ في هذه المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله، ما قوله يجوز إخراج المال، هذا أيسر وأنفع للفقراء، نخرج مال فلوس. انتهينا. في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى إما نصف صاع من قمح أو صاع من شعير أو ما تبقى من هذه الأصناف التي ذكرنا، لكن أكثر الأحاديث تصرح بأن المفروض صاع. قد تقول من أين جاء إذن أبو حنيفة بنصف الصاع؟ لن أدخل في تفاصيل كثيرة، أنا أقول ملخصات لأن كل تفصيل ذلك يحتاج إلى درس مستقل لا يلائمه أصلا وقت صلاة التراويح. الآن لو قلت لي أنا سأخرج كما قال الأئمة الثلاثة 2 كيلوغرام، أقول لك أخرج ما في حرج، لكن هم قالوا لا يجوز إخراج القيمة، فينبغي عليك أن تخرج إما طحينا أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا. بتقول لي بدي أعطيها لأخوي الفقير، بقول لي خيو أنا ما راستي منه، إيش أساوي؟ انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، ماذا يقول؟ أعطيهم مالا يجوز. في مذهب أبي حنيفة نصف صاع من القمح يعني 2 كيلوغرام من الطحين ده تقول الآن، أو صاع من الشعير أو التمر أو الزبيب. لو قلنا صاع يعني 4 كيلوغرام، 4 كيلوغرام من التمر المقبول أغلى من نصف صاع في زماننا في بلادنا من الشعير من القمح عفوا، فالأمر فيه خلاف. لذا منذ السنة الماضية أنا قلت، أنا أقول العبد الفقير الضعيف، أنا محمد معاني، وما في حاجة أقول استغفر الله من كلمة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، ما ورد مثل هذا الكلام الذي اعتاده الناس، أعوذ بالله من كلمة أنا
ليش انا عم بقول استغفر الله انا ربكم الاعلى حتى اقول اعوذ بالله من كلمه انا؟ لا، انا اقول انا العبد الضعيف فلان مثلا، فهذه الكلمه لا حاجه لها، هذه تقال او ينبغي الانسان ان لا يقولها حينما يستكبر. انا العبد الضعيف الفقير، قلت منها من السنه الماضيه تخرج القيمه لانها انفع في الفقير، ويؤخذ بقول الأئمة الجمهور في كونها صاعا لا نصف صاع، وبالتالي فقيمتها لا تقل بتقديري أنا أعيد العبد الضعيف كي لا ينقل عني أنا مفتي، أنا لست مفتيا، أنا أقل طلبة العلم نقلا، من أعجبه كلامي يأخذ بي، من لا يعجبه يضربه في وجهي، أنا أنقل ما أميل وأرتاح إليه. أنا أقول أقل ما ينفق، هذا أقل شيء، ولعله أكثر قليلا، لكن أنا أقول أقل شيء. سيأتي أخ كريم ليقول يا أخي والله أنا فقير، وأنا أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقير لا تجب عليك زكاة الفطر أصلا يا أخي، لا تجب نهائي ولا ليرة. وانت فقير عم تقول ما عندك ثمن قوت عيالك يوم العيد وليلة العيد، ما عندك فعلا؟ قال والله ما عندك، لا يجب عليك شيء يا والله ولست آثما. قال ما مرتفع الصيام ذاك للذي معه يا أخي، للذي معه ويحجب المال ويمسكه زورا وبهتانا، أما أنت تشكو الفقر. والله تعالى كريم رحيم بعباده، فإن كنت فعلا على هذه الحال فلا يكلفك الله إلا وسعا، لا تمتلك فعليا إلا من، لكن بالمقابل نحن نتكلم صدق وديننا دين الصدق والحق. معي آكل في اليوم بما يكلف 2000 ليرة سورية، ثم أقول حين إخراج زكاة الفطر 300 ما خرج؟ أيضا أكاد أتمزق من بعض الناس على 300 بص، وكل يوم بياكل ب2000، لك وين عبروحوا ال2000 يا طيب يا محترم؟ وين عبروحوا؟ شلون عبروحوا؟ يعني في بعض الناس متناقضون تناقضا عجيبا جدا، فإما أن يكون معك أو لا يكون، إن كان معك أخرجها على الأقل 300، لم يكن معك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معك نصفها أخرج نصفها، انتهى الإشكال. لأنه كل سنة هذا الكلام يقال ويزال، ويا أخي طيب سمعنا غير كلام، أنا فصلت لكم، غيري لا تزعلوا، غيري يقول 300 وبس، امشي، إذا ده تسأله لك 300، روح، أليس كذلك؟ عند كثير من الناس، أنا أفصل لك الترتيب، وأعود فأقول أعجبك الكلام خذ بي، ما أعجبك رده علي، أنا لست إماما من الأئمة الأربعة ولا غيري، ولست حبة رمل في جنابي. أنا أنقل ما وصل إليه قدر علمي الضعيف، هذا في شأنه. لمن تؤدى؟ تؤدى لأصناف من تجوز لهم الزكاة، حتى لو أداها إلى شخص واحد لا حرج. الآن مسائل متفرقة تتعلق بها، من أفطر لعذر كان مريضا هل تسقط عنه؟ لا، وإن أفطر لعذر، طيب أفطر لغير عذر، عصى الله والعياذ بالله، لا تسقط عنه أيضا، لا تسقط لمن صام أو لمن أفطر، مدخل عليه رمضان فهي واجبة عليه. الآن إنسان نسيها فرضنا، تذكرها يوم العيد، أديها في يوم العيد نفسه، أديها لا تتركها. الآن بعض الإخوة يسأل، أنا أديتها لأنني أتمنى ثواب الله ولكنني ضعيف الحال نسبيا، فهل لي بالمقابل أن أتلقاها؟ يعني أكون دافعا وآخذا في آن واحد؟ نعم، يعني الرجل أضيق على نفسه قليلا وأخرجها كما قلنا، ولا يملك إلا القليل وأخرجها قربة إلى الله واحتسابا، ثم جاءه رجل فقال يا أخي تفضل، هل له أن يأخذها؟ إن كان يستشعر في نفسه كما قلنا ضعفا وفقرا، فلا حرج أن يكون دافعا وآخذا في آن واحد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون فينتفعون ويتبعون.
قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استووا وتواصوا.